السلام عليكم. اليوم راح أحكي عن كيفية تنسيق الترقيم التلقائي على الوورد، وكيف ممكن نقسم الصفحة لعمودين. أول شيء، أنا عندي هون كاتب مجموعة فقرات. شو الفقرة؟ الفقرة هي عبارة عن مجموعة الكلمات الممتدة من وقت الكبست إنتر لوقت كبست إنتر مرة ثانية. فينا نظهر العلامات اللي بتدل على الفقرات باستخدام هذا الزر. هذا الزر بيظهر لنا كل الحروف الخفية الموجودة بقلب الوورد. فكل ما محل ما كان يكابس انتر بتطلع عندنا هي العلامه اللي بتدل على نهايه الفقره وبدايه الفقره اللي بعدها. مثل ما نكون شايفين، نحن عندنا 4 فقرات لانه عندنا 4 علامات. ف هلا بحسن انا ارقم كل فقره برقم لحالها بالترقيم التلقائي، باني ظلل الفقرات او اجزاء منها وبعدين اكبس على زر الترقيم التلقائي، فبتترقم هي الفقرات من 1 لـ 4 مثل ما هي. بكبس عليه مرة ثانية بشيل الترقيم. بحسن أنا كمان حط مستويات للترقيم، فمثلا رقمتهم بهالطريقة، بس أنا بدي ترقيم الفقرة 1 يكون 1، أما الفقرة 2 و3 و4 يكونوا تابعين للفقرة 1، فيترقموا مثلا A و B و C. كيف ساوي هالقصة هي؟ بروح من هاي القائمة بشوف تغيير مستوى القائمة وبحطه A. طيب بركي ما كنت انا بدي A و B و C، ممكن بدي انا ارقام رومانية للمستوى الثاني بالقائمة. فشوف تعريف قائمة جديدة متعددة المستويات، وبحسن حددهم بشكل يدوي. كل مستوى من مستويات القائمة شو هو النمط تبعه؟ فالمستوى الاول بدي اياه ارقام، المستوى الثاني بدي اياه مثلا حروف انجليزية، ما بدي بدي حروف عربية، فبختار الحروف العربية بس موافق. فبنلاحظ المستوى الاول بالترقيم بصير بيكون أرقام، المستوى الثاني بصير حروف عربية، وبحسن اختار الإعدادات اللي بحبها. أنا هون اخترت حروف صغيرة للمستوى الثاني، حروف صغيرة أجنبية. هلا أحيانا بصير في خطأ بترقيم الفقرات، ممكن يكون في عجقة بملف الوورد تبعك، ملف وورد طويل كتير، فبلش الوورد يخربط بالترقيم التلقائي. فيك تعين الرقم الرقم بشكل يدوي، بكبس على اليمين بأي مكان بالفقرة يلي مرقمة بشكل غلط، بكتب تعيين القيمة الرقمية. فتعيين القيمة الرقمية بيسمح لي عين الرقم الموجود جنب الفقرة بشكل يدوي. مثلا بكبس بدي هاي الفقرة 5 يكون رقمها 5، بهي الطريقة صار رقمها 5 مثل ما نكون شايفين. هلا وأنا عم بكتب، بس انا بدات بدي اكتب فقره وبدي ابدا بدي اياه يبلش الترقيم التلقائي، ما علي غير اكبس الرقم 1 واكتب جنبه نقطه وبعد فراغ. فبنلاحظ انه هو لحاله بيعمل تنسيق تلقائي وبيكتب لي باسلوب الترقيم. فاذا كبست انتر ملاحظين بدا الترقيم التلقائي، فكل ما انتقلت لفقره جديده بحط لها فقرة جديدة أرقام. هلا إذا بدي أنتقل لمستوى الترقيم الأدنى بكبس تاب، فإذا كبست تاب لحاله بنتقل لمستوى الترقيم اللي بعده، اكبس تاب مرة ثانية بينزل مستوى الترقيم. لا أرجع بمستوى الترقيم لورا بكبس إنتر، فكبست إنتر رجع لمستوى الترقيم اللي قبله، كبست إنتر رجع للي قبله. وإذا بدي أنهي الترقيم بحط عند أول مستوى ترقيم وبكبس إنتر، فانتهى الترقيم التلقائي. بعدها ممكن بلش هون ترقيم تلقائي جديد، ممكن اختار انه متابعة الترقيم عشان يصير عند الـ 4، وممكن انا اعين الرقم يلي بيعجبني، مثلا بدي اتابع من الـ 6 ما بدي اتابع من الـ، يعني في مجموعة من الخيارات المتاحة عندنا. هلا كمان راح نتعلم كيف نقسم الصفحة بالوورد لعمودين. هلا الصفحة بالوورد بالعادة بتكتب على سطر طويل واحد بيمتد من بداية الصفحة لنهاية الصفحة. هلا ممكن نقسم الصفحة لعمودين مشان نختصر مساحة، بأنك تروح على تصميم أو تخطيط الصفحة والأعمدة بختار 2، ومن مزيد من الأعمدة كمان بتأكد إني اخترت من اليمين لليسار لأنه أنا عم بكتب بالعربي، فبدي يبلش النص من العمود الموجود من اليمين، بتأكد إنه هاي عليها صح. فمثل ما نكون شايفين هاي الهوامش صار هون، بس نكتب بهاي المنطقة، وبعد ما تنتهي هاي المنطقة بيرجع الملف لحاله بشكل اوتوماتيكي لفوق وبيكتب بهاي المنطقة. رح نجرب،
راح تضل اكتب فقرات. مثل ما نكون شايفين، وقت نخلص هذا العمود بلش بالعمود اللي بعده.